سمعت ما تقولش عليه حمار خلاص ولا مش خلاص؟ راجل انت ما حدش مالي عليك ولا ايه؟ ايوه حمار، ما انت فاكر نفسك راجل ايه؟ همر ايه ده؟ انا زفت الوس ده فين قبل كده؟ دي الفنانه بوسي. بوسي؟ بوسي اول مصحف هي بوسي. يا خبر اسود، ده انا معجب بيكي خالص. وحاطط ايدي ويا على حاطط ايدي فين؟ مش عارف. حاطط قولي بس مش عارف. لا الجمهور اصلا عايز يعرف اللغز ده حاطط ايده فين. ده تحكي لنا في المحكي. والنبي صوره، والنبي صوره صوره وحتى صوره. يا عم عدينا عندنا شغل، حرام عليك. انا في ملك مثل المفروض تبقى فنانه متواضعه متوازيه، صوره وقولي لذيذ عشان خاطر تبان الضحك. لذيذ ايه بس؟ قول كده لذيذ. هو لذيذ. ايوه. ايه يا جدعان؟ ايه؟ الله في ايه؟ بقولك ايه؟ بصيت معجب بالمصحف؟ معجب؟ اه معجب. انا حضرتك من زفتك؟ شفتي؟ ما حضرتكيش من زفتك؟ خلاص؟ بقولك ايه؟ يلا نطلع ودوس حماره ده. جايبالي لباني يسوق السيارة؟ أعوذ بالله. يا خسارة يا فن. خلاص؟ خلاص الفن باظ. يا عم ارحم سبابي بقى، أنا خلاص. أنت واخدني من صباحية الصبح لحد بالليل. وما بتنطقش حرف، أسألك ما بتتكلمش. أنت موجود ولا مش موجود؟ ولا أنا بحلم؟ الله. بتكلم وأنت ما بتردش. أنا مش عارف أنت موجود ولا مش موجود. سايفني بقى مش سايفني؟ ده بلاغ ببلغهولك. انصرف انصرف، روح لحالك بقى بجد. سنانك دي خلاتني يا راجل. بوسك زي بنبوت الغفير ده. مساء الخير يا سطرة. مساء النور. ما تعرفي بيت الحاج هلال فين؟ تاني بيت على ايدك اليمين، اليمة دي يمة الفرح. يمة الفرح؟ ايوه. طب وانت ليه يا حبيبتي بتلعبيش معاهم السغماية؟ انا مش عاوز العب. ليه؟ ماني هتجوز. يا حبيبتي ما انت لازم تتجوزي. ما اي بنوته تغنطوطه مسيره تكبر وتبقى كبيره عروسه طويله قبل كده وتتجوز وتخلف صبيان وذبات ونبات وكده. بس انت لسه تغنططه. انت اسمك ايه؟ اني عزه. انت من مصر مش كده؟ عرفت ازاي؟ يا ما شاء الله ما شاء الله، سطوره خالص انت يا عزه. قلت لي البيت فين بتاع ملال؟ ايه؟ ما قلناه. تاني بيت على ايدك اليمين يمة الفرح. الله. مساء الخير. مساء النور. ده بيت الحاج هلال؟ هو ده بيت الحاج هلال. طب لو كنت عاوز في الفطار. اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. الحاج هلال. ايوه.